ولتعرفي على آخر التطورات في العاصمة واشنطن ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسلنا هشام برار ومن الكونغرس مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك هشام، كيف تعامل البيت الأبيض مع أصداء خطاب الرئيس الأمريكي بالأمس؟ طبعا البيت الأبيض يرى بأنه هذا الخطاب كان ضروريا، والرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن يلقي هذا الخطاب منذ فترة، لا سيما أنه وصل إلى السلطة بذلك الهدف، هدف حوار وطني من أجل إنقاذ الديمقراطية الأمريكية. لكن مع ذلك البيت الأبيض يريد أن يخرج من ردود الفعل لا سيما السلبية من جانب الجمهوريين والتركيز على قضايا أخرى. في الجانب الإيراني كما تحدثت قبل قليل، البيت الأبيض يرفض أي شروط تقيد تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآت نووية إيرانية، ويقول أنه انخرط في المفاوضات مع إيران بشكل جدي ومتريث، وعلى إيران أن تفعل مثل وتلتزم ببنود الاتفاق الأصلي من أجل إحياء ذلك الاتفاق عبر اتفاق جديد. هذا على الشأن الإيراني. البيت الأبيض أيضا رحب بقرار وزراء الخزانة لمجموعة السبع وضع سقف لأسعار النفط الروسي من أجل حرمان أو تقييد والحد من إيرادات روسيا من النفط وتصديرات النفط، رغم بقاء زبون مهم وهو طبعا الصين وأيضا الهند اللتان لا تزال تشتريان النفط الروسي. البيت الأبيض يقول بأن التفاصيل ستعلن في وقت لاحق عن هذا السقف والحد، وضع سقف أقصى للأسعار أو شراء أسعار لشراء النفط الروسي. فيما يتعلق بتجدد النزاع في إقليم تيغراي، البيت الأبيض أيضا اليوم أكد بأن المبعوث الأمريكي لها خاص مايك هامر سيعود إلى المنطقة إلى إثيوبيا للتأكيد والتشديد على أهمية وقف العمليات العسكرية في إقليم تيغراي والانخراط في حوار سلمي. قم معنا هشام نذهب إلى عبد الرحمن، ما الجديد في الكونغرس اليوم؟ نعم أحمد، أول يوم عمل في الكونغرس المشرعين سيكون بعد إجازة عيد العمال أي يوم 6 سبتمبر، واستلم بالفعل الكونغرس طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمرير ميزانية مؤقتة بمبلغ 47.1 مليار دولار، منها 13.7 مليار دولار للمساعدات الأوكرانية على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية، ومليارين دولار أيضا أو ملياران دولار على شكل مساعدات خاصة بخفض أسعار الطاقة في أوكرانيا. الآن مجلس الشيوخ ومجلس النواب لابد من دراسة هذا المشروع بسرعة، لأن لديهم فقط حتى 30 سبتمبر لتفادي الإغلاق الجزئي الحكومي. لا نعلم إذا كان الكونغرس سيضيف أيضا لهذه الميزانية أموال أخرى، ولكن في هذه الميزانية طلب الرئيس الأمريكي أموال مخصصة لمكافحة كوفيد-19 بمبلغ 22 مليار دولار، وأيضا لمكافحة جدري القروض بمبلغ 4.5 مليار دولار. وهناك اعتراض جمهوري جاء على هذه الرسالة بأن الجمهوريون لن يمنحوا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأموال المخصصة لكوفيد-19، ولكن الآن الكونغرس الأمريكي أول قرار سيتخذه أو أول دراسة ستكون هذه الميزانية أو التمويل المؤقت، لأن الوقت ينفد قبل 30 سبتمبر، لابد من التصويت عليها لتفادي أي إغلاق حكومي ولو جزئي. أحمد، الكونغرس عبد الرحمن البرديسي، ومن البيت الأبيض هشام برار، شكرا جزيلا لكما.